صباح الفل صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ خارج كالعاده، وطبعا انتم عارفين الخروجه بتاعتنا بتبقى عامله ازاي. بتبقى خروجه من الاخر، بنروح اماكن نظيفه، بنتمشى، بنضحك مع بعض، بنتسلى مع بعض، ودايما انتوا في دماغي ان انا اسعدكم، ان انا اعمل لكم كل جديد. دايما في حاجات كتيره قوي هنعملها الايام الجايه، سفريات كتيره قوي برضه هنعملها الايام الجايه. ويلا بينا نروح نتفسح ونتمشى، ويبقى يوم سعيد. نخلص بس المحطه بتاعه البنهوف ونخرج بره الشارع، وهيبقى يوم حلو زي الورد ده. يا ناس يا ورد يا عسل. وزي ما انت شايف المحطه الرئيسيه للقطارات والمترو الانفاق وايه بس، مفيش حاجه تاني ناقص، يحطوا طيارات واتوبيسات جوه بقى وتكاتك، وتبقى معجنه ومغرقه. صباح الفل. طبعا انا بختار اكتر حاجه لما بكون نازل وسط البلد ان انا اخدها موتو فريك. في الموتو ريك صراحه انت بتلاقي حاجات كتيره قوي بتسعدك وانت ماشي، وحاجات بتتكلم فيها، وما شاء الله على البلد اللي احنا موجودين فيها. طبعا مشوار فرنسا، فسحه فرنسا صراحه انا روحت اماكن كتيره قوي، في حاجات صورتها هتلاقيها في الشورتز، وفي حاجات صراحه مسحتها. ليه بقى؟ هقول لك والله بما يرضي الله. مسحتها عشان لقيتها يعني هتتعب ناس صراحه، هم مش في ايدهم ان هم يلفوا ويخرجوا ويتفسحوا ويقعدوا في مطاعم وياكلوا اكلات حلوه. حطيت حاجات بسيطه ولا تاخذوني عليها، والله العظيم عاوز انزل الحاجات دي، انا بحلف لك بالله العظيم ما عاوز انزل الحاجات دي. انا بصور احيانا لذكرياتي في المستقبل، نتفرج عليها ونقول الله اليوم الفلاني ده كنا بنضحك من القلب، كلنا اكله حلوه في مطعم ما، وقابلنا ناس محترمين، وكنا قاعدين قاعده ظريفه وحلوه. هي دي الذكريات اللي انا دايما بحافظ عليها. صراحه ندمان جدا السنين اللي فاتت والرحلات الكتيره اللي انا رحتها ما كانش فيه اللي هو تصوير الفيديوهات، في تصوير فوتوغرافي بس كانت الكاميرات تعبانه جدا، فالموضوع ده بصراحه مزعلني، ولكن الحمد لله خيرها في غيرها. كان في كمان اللي هي الصور الورقيه دي، فاقول لكم ايه، الالبومات في البيت. المهم انا نازل رايح اقابل ناس صحابي ما شفتهمش من ساعه ما جيت من فرنسا. وما تنسوش بقى لو شفت هذا الفيديو تبقى تحط التصويت بتاعك، مش تصوت تقول يا لهوي، لا تحط انت عاوز تروح فين، النمسا ولا سويسرا. وانتوا عارفيني انا كلمتي سيف، ووعد الحر دين عليه صح. وما زلنا في وسط البلد، وخلاص انا قربت على البتاع دي، المكان اللي انا هقابل صحابي فيه في وسط البلد عند لورانس كيرشا، كنيسه كبيره زي الكاتدرائيه اللي موجوده في ستراسبورغ. صراحه يا جماعه والله اتبسطت، اول مره اروح فرنسا في حياتي، ما روحتش قبل كده، بس انبهرت بالمدينه. كنت عاوز اقول حاجه عشان لسه في ناس ما زالت بتتكلم بتقول يا خالد خلي بالك بالبق وخلي بالك مش عارف ايه. يا ابني والله لما بصيت في اليوتيوب اول حاجه انتبهت ليها هذا الموضوع اللي هو عدم النظافه، ما دي حاجات بتيجي من عدم النظافه، ناس بتتكون فوق بعضها فبيتربى هذه الاشياء، وربنا يعافينا ويعافيكم. فخليت بالي قوي من القصه دي لان انا رايح اتفسح زي ما قلت لك قبل كده كتير قوي، مش رايح اضيع وقت واجيب لنفسي المرض. احنا بنروح الاماكن اللي بتليق بينا، اللي بنقدر نصرف فيها من جيوبنا، محدش بيصرف علينا. القصد الله كريم فيه الجديد، والله كريم فيه المستقبل ان شاء الله باذن الله. خلينا نمشي بقى عشان المطر بدا تك تك تك، فخليني اسرع وهكمل مع حضراتكم. بصوا بقى الفرق بين المدينه اللي انا كنت موجود فيها، نظيفه نظيفه ولكن عشوائيه زياده عن اللزوم. يعني مثلا اول ما تخش وسط البلد تقريبا هذه الحدود بتاعه وسط البلد، كل ده وسط البلد بس هنا ممكن عربيات تمشي وتمر، لكن هنا انسى خلاص، خلص الكلام للطوارئ بس الحاجات الضرورية. بص بقى قاعد على كافيه زي ده ادفع اللي تدفعه، ولكن ما تلاقيش عربية زي دي كده مثلا، ده مخالف، ده ممنوع يمشي هنا، والله اكيد مش عارف او شغال ديليفري هنا ما تفهمش. المهم شايف المكان
النظافة، حتى الكافيهات اللي هي موجودة في الشوارع بص عاملة ازاي. يعني انا بوريك اهو حاجات دي احنا شفناها في فرنسا، والراجل اللي هو على الشارع دون اللي عدى بالعربية ده ممنوع والله يخش هنا، لان الطريق ده والناس عارفة هنا اللي في ألمانيا ممنوع عربية تمشي على هذا البلاط. شوف حتى الدراجات اللي هي بنمشي بيها دي ممنوعة تمشي هنا. سبحان الله انا عمال اقول ممنوعة والناس ماشية حواليا ولا ممنوعة ولا بتنجان. المهم دي حقيقة انا بكلمك على قوانين، الناس اللي هي بتخالف دي ده موضوعهم هم، احرار في نفسهم. يعني بص عجلة اهو راكنين اهو، محدش بيمشي بالعجل هنا، ممنوع. هتلاقي فجأة شرطة طلعت لك، هتلاقي نفسك ان انت دخلت في قصة بنت لذينة. طب على ايه؟ المهم بص كل الشوارع دي ممنوع فيها العربيات والدراجات، المفروض حاطين يوفت كمان على نصة الشارع، هبقى في مرة اصورها لك ان ممنوع. معنى ان انت تلاقي شخص هو ماشي ومخالف ده موضوعه هو مش موضوعنا احنا، احنا بنتكلم على قوانين، ولما بتتكلم على قوانين ودولة بتحترم القوانين يبقى الناس المخالفين دول ملناش علاقة بيهم. وصلت يا نجم؟ وصباحكم جميل. شايف؟ يعني عاوز اوريك حاجة كده يعني تدل على اللي انا بقوله. بص الراجل ماشي اهو ماسك العجلة وماشي بيها، واحد تاني هناك اهو اهو هو صوره لكم اهو بالدراجة بتاعته اهي، البنت دي ولا الراجل ماشي وسايق الدراجة بتاعته، الناس اهم شايف ماشيين. بص ممكن يركبوا الدراجة، المعلم ده طبعا مستلوح فيها وماشي وعامل فيها عبيط كده. انت بتحط نفسك تحت طائلة القانون. كتير قوي يا جماعة بيبقى في شرطة هنا في وسط البلد وبتمسك الناس المخالفين دي، لو لقوه موجود هنا بقاله كتير وعارف القوانين وعارف النظام بينفخوه، لو واحد لسه جاي جديد وما هوش عارف الدنيا ماشية ازاي فأحيانا بيسامحوه، أحيانا مش في كل الأوقات، ولكن في الغالب الناس مهذبة ومحترمة. دي الكنيسة بتاعة لورانس كيرشا، فيها شبه من الكنيسة اللي هي في ستراسبورغ ولكن دي أصغر ونفس النظام. بصوا النظام بتاع المطاعم عامل ازاي، جميل ازاي، شايف قمة الشياكة والروعة، شوارع مقفولة ما تلاقيش عربية معدية من قدامك ولا عادم عربية ولا اي حاجة من الحاجات دي. الناس بتروح تتفسح وتصرف فلوس عشان تروق دماغها وتروق بالها وحياتها. وصلت يا حبيب القلب؟ بص كافيه ده كمان، بص ده قاعدة والرجالة قاعدين زي الفل مفيش اي مشاكل، وهلما جرة في الجديد. بص الراجل ده ماشي اهو بالدراجة على رجله لان هنا ممنوع الدراجات. في عربيات زي دي بتخش بتخطف الحتة دي، عارف السرقة، بتلاقي عربية زبالة دي مسموح ان هي تخش وسط البلد، عربية اسعاف زي دي مسموح ان هي تخش وسط البلد. الساحة دي قريبة قوي من الشارع العمومي فممكن حد يخطفها كده على السريع مفيش مشكلة، لكن معظم الناس زي ما انت شايف الراجل بعجلة اهو ماشي على رجله واللي خالف يخالف. بصوا بقى الكافيه اللي هو كنت بقعد عليه زمان فاكرينه، جميل 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 جدا، واخر اشياكة واحترام وصباح الفل صباح الجمال صباح العسل يا رجالة. بصوا الكافيه على شمالي او المطعم ده بصوا عامل ازاي، نفس القصة، الكافيه اللي هناك دون نفس الحدوتة واخر اشياكة في الشكل الجميل الحلو اللي هو يعني يشرح القلب. بصوا يا جماعة التنسيق بتاع المانيا عامل ازاي، بص الكافيهات نفسها تخش تقعد جوه، الجو طبعا برد والناس بتقعد احيانا جوه وفي ناس بتحب الهوا والطراوة فبتقعد بره. يعني مثلا الاثنين اللي جايين دول معاهم موتوسيكلات راكنين الموتوسيكلات بتاعتهم بره في الجراج وعلى رجليهم بلبسهم زي ما انت شايف، بص تحس ان هم سوبرمان وباتمان. بص عربية الشرطة اهيا دي من حقها ان هي تخش المدينة في اي لحظة، وكان في الاحتفالات بتاعة الكريسماس كنت بلاقيها هنا بتوعي الناس او بتمشي الناس اللي هم كانوا بيضربوا صواريخ حفاظا على المدينة من الحرائق. في المنزل ده الشارع العمومي، من حقك ان انت تمشي بعربيتك زي ما انت عاوز، لكن زي ما قلت لك هنا ممنوع دخول الدراجات وانت سايقها وممنوع دخول الموتوسيكلات والعربيات وهكذا الكلام. بصوا الكافيهات، ودي من اميز ما يميز مدينة نورنبرج صراحة، ولذلك دايما بقول لك ايه لما بروح مدينة تانية حتى لو رحت دولة تانية فبقارن دايما بين مدينة نورنبرج ونظامها ومدن اخرى، ورحت مدن كتير في المانيا، في بعض عجبني وفي بعض ما عجبنيش بالكلية حقيقي والله. يعني الواحد شاف مدن مش عارف المدن دي يعني ايه نظامها، يعني
والله تحس انها مش في المانيا اصلا. في بنيه تحتيه وعمارات جميله وما اعرفش ايه والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي احنا بنشوفها ومحلات تجاريه والقصص دي كلها، وفجاه تلاقي عشوائيه غريبه الشكل والناس عايشه والله يسعد الجميع. بصوا الكافيهات يا جماعه، بصوا كافيه جميل قوي، بصوا الكافيه اللي انا بقعد عليه اهو هناك اهو، ده دايما بصور لكم منه الشارع ده اللي هو بتاع وسط البلد او بتاع ايه بتاع الاشتات، لان احنا كده في وسط المدينه او السنتر المدينه. بصوا المحلات التجاريه هتلاقي ناس مخالفه زي ما قلت لحضرتك، وناس مش مخالفه الكتير واضح ان هم مخالفين ما يعرفوش بقى دي قصتهم. حتى بتاع الدليفري هيركب الدراجه بتاعته من هنا من قدام المطعم الايطالي دون، وسلام عليكم. خليني اصور لكم النهر وبوريكم ده وبوريكم ده. يعني مش كل الناس يا جماعه بتلتزم بالقوانين هنا في المانيا، في ناس مستهبله فيها ومكبره دماغها وخربه خربة ايه خربة النظام. بس عادي ما تفرقش تخرب النظام ولا ما تخربش النظام، دي مش مشكلتنا دي مشكلتهم هم. جينا عند النهر واصدقائي لسه ما يرنوش عليا، مجرد ما يرنوا عليا هروح لهم على طول. النهارده المدينه رايقه جدا، مع ان النهارده يوم عمل عادي ولكن في هدوء مش طبيعي. حتى الناس على الكافيهات، حتى المكان اللي انا بقعد فيه دايما في الكافيه مكان الست اللي بتاكل دي ايس كريم في المطعم الايطالي، برضه مش زحمه رايق. حتى الكافيه اللي هو هنا ده شايفه، كل دي كافيهات يا جماعه وحاجات بص تقعد تستمتع فيها على شط النهر هنا وبتغير جو وبتقضي يوم حلو. بصوا البوليس، شايفين البوليس بتاع المانيا عامل ازاي؟ يعني حاجه اخر شياكه، لو قفش واحد من اخواننا اللي هم بيستهبلوا دول والله العظيم هتلاقيه كارته على قفاه، كارته على قفاه، اتخانق معاه، ضربه، شتمه، عمله، لا 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 مفيش الكلام ده هنا حبيب القلب. بيكرتوا على قفاه بالاشتراف، يروح مزازعه المخالفه الحلوه يروح دافعها يمشي زي الكلب في الاخر، ويحترم نفسه مدى الحياه ويبقى بيعمل حسابه ألف مره ان هو يخالف اي قواعد قانونيه داخل مدينه نورنبرج او داخل المانيا بصفه عامه. ولكن المدينه جميله والمطر مازال بيمطر. يلا نتمشى نروح لاصدقائي، ولما نوصل عندهم هقفل معاكم الفيديو وانا برضو بدردش مع حضراتكم. صراحة زي ما انتوا شايفين حاجة اخر روعة، حاجة اخر جمال. ليه؟ لان البلد فعلا تؤهلك ان انت تبقى مستقر نفسيا وان انت سعيد دايما في حياتك وعندك هدوء نفسي وراحة بال، لان كل اللي حواليك يؤهلك لذلك. عاوز تروح اماكن تتفسح فيها تلاقي كتير قوي 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 تتفسح وتنبسط وتهيص وتقضي يوم انت واسرتك او انت لوحدك مش فارقه، المهم ان انت بيومك بيعدي بشياكه، وهتلاقي حاجات كتيره قوي تسعدك في البلد. بس انصحك ان انت تخرج بالنهار قبل الساعه 7 مساء او قبل الساعه 6، عشان معظم الاماكن دي بتقفل في هذا التوقيت. حتى في بعض الكافيهات على الساعه 8 بتروح قافله، مع ان احنا في وسط المدينه المفروض نسهر بقى للساعة 12 وواحدة ونهيص. لا هنا مفيش الكلام ده، هنا في مواعيد يعني مواعيد، في كذا يعني في كذا. الناس هنا بتمشي بالقانون، ما ينفعش يشيل دي يحطها هنا من غير ما القانون يقول له، مش من مزاجه، فهمت؟ يعني انا ببسط لك الموضوع عشان انت حضرتك تبقى فاهم الحدوتة. لما كنت ببحث عن مكان كويس او مدينة كويسة ان انا اسافرها وانبسط ومزعجش نفسي، اكتر حاجة كنت مركز عليها تعداد السكان في المدينة، الاماكن الحلوة اللي في المدينة خروجات يعني. فما جاش في بالي خالص الكاتدرائية زي الكاتدرائية دي بتاعت نورنبرج، ما جاش في بالي خالص ولا شفتها والله العظيم، ولا اهتميت ان انا ادور على حاجات زي كده. بس لما اقول لكم ايه، بس لما بتمشى على رجلي زي ما انتوا شفتوا انا اتفاجئت بالمنظر قدام مني، والله موقف يعني او منظر يخض، لان البتاعه واقفه كده بطريقه غريبه، وبص مهما اقول لك مرتفعه جدا جدا يعني طولها كتير. فانا لقيت البتاعه دي والشارع اصلا اللي قدام اللي هي الكاتدرائيه دي شارع ضيق، فدي كانت في الوش وانا شفتها من اول الشارع. ف زي ما انت شايف المدينة رائعة الجمال. في اي وقت حابب تعمل فيديو لو انت صاحب قناة في اليوتيوب زي حالاتي، سهلة جدا تخرج اي خروجة وتعمل الفيديو وتنبسط وحضراتكم تنبسطوا. ما بقولكش اعمل لايك، ما بقولكش اشترك في القناة، ما بقولكش اي شيء، ولكن بقولك يا تدعيلي يا
تقول تعليق حلو نستمتع بيه سوا حتى لو كان ضحك وهزار وفرفشه. اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى لكم كل خير، صباحكم جميل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، باي باي، السلام عليكم.